خلونا نبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. كان منها الاجتماع الأسبوعي للحكومة اللي تم التأكيد فيه على اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء في مصر باعتباره أولوية قصوى. كمان تم أيضا لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مجموعة من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية، وأخبار تانية كتير هنعرفها من خلال التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع الأسبوعي للحكومة اللي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي واستعرض فيه أهم فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي الأول، وأكد اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء في مصر باعتباره أولوية قصوى، خاصة إنه عندنا تجربة مهمة في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا واللي كانت أحد العوامل المهمة في نجاحنا في تخطي أزمة الوباء. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع مجموعه من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالميه لاستعراض الفرص المتاحه في السوق المصريه سواء في الاصول الثابته او في البورصه. وقال الدكتور مدبولي ان الحكومه اتخذت عدد من الخطوات والاجراءات لمواجهه التحديات الصعبه دي، وكمان تعزيز مرونه الاقتصاد في مواجهه كل هذه الازمات. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق سوميتومو إيجيبت لإقامة أكبر مصنع لشركة سوميتومو اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة. المصنع هيكون على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان. كمان امبارح استعرض مجلس الوزراء مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027 تمهيداً لإطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة. الاستراتيجية دي بتستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية وإنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية وربطه مع باقي الجهات والمؤسسات بالدولة.